اوف هسه صايرة 9 بالصبح واني متأخر على الشغل. لا 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 على السريع لازم اروح للشغل. هاي منو هذا؟ وش دا تسوي هناك انت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، وش دا تسوي ورع؟ بس اسمح لي بدي اقول لك شغله. ها شنو؟ انا اسمعني، انا كنت بذيك المنطقه اسكن، وهجم علينا وحوش كريبر وزومبي وقتلوا عائلتي واهلي، وحاليا ما اعرف وين اروح، وتهجرت وسويت لي بيت صغير هنا، وحاليا اطلب مساعدتك. طيب انا ايش اسوي؟ لا عندي ماي، كل شيء ما عندي، اتمنى تساعدني. طيب ايش اسوي لك انا؟ يلا روح. لا 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 ارجوك خليك كريم، اعطيني اكل، والله ما عندي شيء، ما اعرف وين انام، ارجوك. راح اتاخر على شغلي، لازم اروح خلاص. يلا الله ينتقم منك، الله لا يوفقك ان شاء الله، الله ينتقم من عندك، حسبي الله ونعم الوكيل. لا لا حسبي الله ونعم الوكيل من عندك، ما تساعدون الفقراء. خلاص ارجوك. عندي شغل يا اخي، لا تعطلني على الشغل، ابي اشتغل. خلاص روح شغلك، خلاص روح شغلك، حسبي الله ونعم الوكيل من عندك. خلاص. الله لا يوفقك في شغلك، الله لا يوفقك يا اخي. كل يوم الصبح يطلعوا لي هذول الفقراء، وش اسوي بيهن اني هسه الفقراء ذولا؟ حسبي الله ونعم الوكيل عليهم. اوكي خليه يدخل المحل مالتي اشتغل، انتظر الزبائن يجون وما ادري شنو. هاي نسيت الاكل، لازم ارجع للبيت اجيب اكل، لان راح اجوع في الشغل مالتي، لازم اروح اشتغل. هاي منو هذا؟ وش ذا تسوي هنا يا ورع؟ وش ذا تسوي؟ اطلع من بيتي. لا لا خل ارجوك والله جاي اخذ كيك. لا جوعان والله جاي اخذ كيك، جاي اخذ كيك والله جوعان. لا 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 تضربني، لا تخرب البيت، روح. لا جوعان اريد اكل. خلاص راح اعطيك اكل، اصبر اعطيني اكل. خلاص اعطيني اكل، والله جوعان كل شيء ما عندي. يا اخي هاي قطعه واحده ما تكفي، اريد فد 20 30. لا لا راح اموت. اريد اكل. لا ترجع مره ثانيه اوكي؟ خلاص الله يوفقك، بعد ما ارجع. خلاص بعد ما ارجع لك، خلاص الله يوفقك، الله يوفقك ان شاء الله بالدنيا وبالاخره. خلاص انا راح اروح لبيتي. خلي يرجع للشغل، والله ذا المدير راح يطردني من الشغل يابا، والله كله بسبب ذا الفقير الورع، كل شويه دا يطلب مني شيء، مره اكل وان شاء الله بس لا يطلب مني موارد او اي شيء. خلاص يا اخي والله ذا الفقير ما عندي به ثقه اني، فخلي ارجع للبيت بلكي يحتاج شيء يا اخي. والله مساكين الفقراء، لازم اروح لهم اشوفه يحتاج شيء او شيء. هو شنو وش دا تسوي؟ لا 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 خلاص ما جاي اسوي، بس اجيت اقعد بالبيت معك، والله ما عندي بيت. ارجوك ارجوك، مو قلت لك لا ترجع للبيت مره ثانيه؟ ارجوك لا خلاص ما راح ارجع، ما ارجع. بس انت كيف صرت غني؟ اتمنى تساعدني ولو معلومه بسيطه يا اخي. صار لي سنوات اني اشتغل وتعبت على نفسي، يلا روح يعني اذا انا اروح اشتغل واتعب على نفسي هم اصير غني نفسك؟ اكيد بس صح؟ ياب صحيح، يلا روح اشتغل. خلاص انا ما راح اسرقك، خلاص خذ هاي اشياءك، خلاص انا راح اتعب على نفسي. كل ذا سرقت. لا تقتلني، لا ارجوك لا تقتلني، خلاص لا اعطيتك مواردك خلاص. بس لحظة ده اسمع اصوات غريبة، خلي اطلع اوكي، خلي اتاكد بس الفقير موجود في بيته لو لا. بس والله شكله مو ببيته. هاي شنو؟ هاي وين ذا الفقير؟ بالله لا يكون في المحل حقي، بس خلي اروح اول مره اتاكد انه في القريه الاولى. هاي شنو؟ ذاك وين؟ وش دا تسوي هناك؟ منو؟ منو؟ السلام عليكم. لا تضرب. عندي خبر لك كلش حلو. جاهز؟ اسمعني، تعال شوف، تعال خليه يعرفك على المدير الجديد مال الشغل. شوف هذا المدير، تشوفه؟ هذا قاعد. شاف لي اعطاني وظيفه جديده، الوظيفه مالتي ازرع نباتات ويعني واحصدها. حلو. وانت انطردت من شغلتك اللي كنت تزرع وما ادري شنو، طردوك بسبب الاهمال، فانا اشتغلت بدالك. ف جود نايس، حظ اوفر، روح الله يساعدك حبيبي، الله يساعدك. انا حاليا صرت اشتغل وليش مصدوم؟ ليش مصدوم؟ انا صرت اشتغل مكانك، انا صرت اشتغل مكانك. طيب انا صرت الحمد لله عندي بات، يلا روح سوي اقعد نص. تعال عندي بعد خبر لك كلش حلو. المدير ايضا اعطاني بيت، البيت اللي هو البيت مالك اللي كنت انت ماخذه ايجار من المدير، ف فرصه سعيده، حظ اوفر. انت كذاب يا اخي بالقران مو كذاب، ما تصدقني؟ تعال عندي اثبات، تعال تشوف هاي المزارع، تشوف هاي المزارع كلها، تشوفها؟ هاي منو زرعها؟ منو؟ تعبت على نفسي، صار اسبوعين اتعب وازرع واحصد ونبيع الغير مكان، واخر شيء حصلت لي وظيفه وحصلت لي بيت،
البيت اللي كان انت ماخذه يا ورع. طيب. البيت صار هذا لي. طيب. خلاص لا تعطني على شغلي، خلاص انقلع انقلع. طيب. عندي شغل. طيب انا شو اسوي هسه؟ هسه والله مشكلتك، انا مالي علاقه بيك، روح شوف لك بيت، شوف لك شغل، خلاص انقلع. اعطيني دروعك، اعطيني دروعك، خلاص اذا ما تعطيني راح اكلم المدير يعطيني اياها. خلاص 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 راح اعطيك اياها، خلاص تعطيني اياها. اعطيني الدرع يلا، خلاص خلاص كل شيء خذ خذ كل شيء خلاص. حتى تعرف، حتى تعرف بعد لا تهين الفقير ولا تستصغره، فهمتني؟ خلاص انقلع من هنا، انقلع انقلع، لا اكلم المدير، اكلم. طيب. المدير ياخذك للسجن، حسبي. طيب. الله ونعم الوكيل منه. طيب ممكن طلب؟ ها؟ ممكن طلب؟ تريد طلب من عندي؟ وشنو الطلب؟ بس انطيني شوية أكل، والله راح أجوع. أكل؟ راح أموت بالجوع. اسمع، قبل كنت أجيلك وأطلب من عندك أكل وأقول لك ساعدني وما عندي شغل وما أعطيتني. والله أعطيتك، والقرآن أعطيتك. يا أخي والله ما أعطيتني، خليتني أتوسل بيك والدمعة بعيني، يعني حتى انقهرت، حتى أعطيتني لحم وقليل أعطيتني، خلاص أنا راح أعطيك هذا، خذ. روح ابني لك بيت، خلاص. انقلع انقلع. اوف خلصت شغل، والله تعبت كلش، والمدير الحمد لله اعطاني راتب اضافي واعطاني كثير شغلات اساعد نفسي بيها، لان يعني كنت فقير وتدمرت. الحمد لله الحمد لله تغير وضعي حاليا وشفت لي شغله. بس دقيقه، هذا الفقير وين راح؟ مو الفقير اللي كان يسكن بهذا البيت، والله ما اهتم، مثل ما كان ما يهتم بي ما اهتم بي، خلاص خليت ادخل البيت. هذا منو فاتح الباب؟ والله ما ادري. المهم خليني اسد الباب واروح انام، والله كريم، وارتاح من هذول الفقره، وبكره عندي شغل من الصبح، خلي انام احسن لي. هذا منو دق الباب؟ خلاص وش تبي؟ شو تريد من عندي؟ خلاص يا اخي خلاص، شو تريد؟ بس ابي خلاص ابي انام يمك بليز. شنو شنو تريد؟ ما عندي سرير حتى، بليز ابي انام يمك. خلاص انا ما راح اساعدك، انقلع منها، لا اروح استدعي الشرطه. اعرف وفكر بنفسك كيف كنت قبل، اطلع من بيتي، اطلع اطلع. اعرف وفكر بنفسك قبل كيف كنت تطردني وتهيني وما تعطيني اكل وما تعطيني اي شيء، وحاولت اخذ من عندك اكل وطردتني، خلاص اطلع. سبحان مغير الاحوال، كنت اطلع من بيتي، اطلع اطلع خلاص. والله تعبان انا، روح ما راح اساعدك، روح ما راح اساعدك، اطلع خلاص اطلع، روح انقلع. سبحان مغير الاحوال، كنت غني وكان عندي كل ذا القصر من دايموند وإمرالد، هسه صرت في ذا البيت المنديرت. او ماي جاد، والله شو اسوي هسه؟ والله اروح اشتغل يا اخي، والله حتى المدير طردني من الشغل، وش اسوي بالضبط؟ والله خلي احاول ارجع له مره ثانيه، اقول له تنطيني شويه موارد اسوي اي جي. السلام عليكم، هاي وش سويت؟ افتح لي الباب. منو منو منو؟ صديقك صديقك. شو تريد من عندي؟ شو تريد؟ شو تريد؟ بس ابي شوية موارد، والله خلاص. تريد موارد؟ يا بس شوية موارد. ابي خلاص انا ما راح، اسمعني اسمعني. خلاص اخي اسمع، قبل هذا البيت تشوف القصر اللي العظيم والكبير هذا كان مالتي، اني بنيته هذا كله. لا لا مو لك مو لك، اسمع خلي اقول لك شغلة، خلي اقول لك شغلة. تتذكر بالطريق من جيت من شفتني وقلت لك اعطيني اكل وانت ما اعطيتني، وانا كلمتك وقلت لك الله لا يوفقك، تتذكر لو لا؟ تتذكرها لو تريد اذكرك؟ تتذكرها يعني؟ صحيح يعني الحين انت حزنان صح؟ جاوبني. صحيح جاوبني. صحيح مو؟ كلامي صحيح، قلت لك الله ما راح يخلي هاي النعمة عندك، وراح ياخذها من عندك يوم من الايام، وراح يبتليك مثل ما ابتلاني، خلاص تنقلع وانا ما راح اساعدك، خلاص سامحني. انا راح اسامحك مو عشانك، راح اسامحك لان انا كريم وحاسب معاناتك، خلاص راح اساعدك حتى تعرف قيمتك وتساعد الناس الفقراء، فمو تستغل تستغل السلطه اللي عندك. خلاص انقلع منها، اعطيتك كثير فلوس، روح شوف لك شغل بهن، خلاص انقلع. حسبي الله ونعم الوكيل من هيك ناس، خلي يرجع لشغلي احسن لي، عندي بكره شغل من الصبح. حسبي الله ونعم الوكيل.